صباح الخير، هنكمل النهاردة classified questions بتاعت biological molecules، وكنا وقفنا عن سؤال 11. طيب الصورة دي apparatus used to investigate amount of energy available in food. هم حاطين كده test tube وفيها مية وفيها thermometer، وتحت المية دي فيها food بيتحرق، وعايزين نشوف المية دي هتسخن قد ايه عشان نعرف ال energy اللي جوه ال food. أول سؤال: describe how the apparatus can be used to investigate the energy available in different foods. أول حاجة إن إحنا هنستخدم non amount of water مع كل food، يبقى ثابت. تاني حاجة إن إحنا هنقيس درجة حرارة المية، take the starting temperature of the water before the apparatus دي أو before the experiment دي. بعدين burn food and use the heat released from the food to heat the water. اهو الفود بيحصل له burning اهو، والهيت اللي طالع منه بيسخن الماء. measure the temperature of water after a certain time or after the food stopped burning. انت دلوقتي يا اما بتحدد ان انا هحرق الفود ده لمدة مثلا دقيقة وبعدين هقيس درجة حرارة المية وهعمل كده مع كل الفود اللي هحرقه، او بعد ما الفود يبطل حرق خالص، يوقف خالص حرق، عشان ده معناه ان هو طلع كل الانرجي اللي جواه. بعدين calculate the change in the temperature ما بين ال starting temperature وال temperature اللي بعد كده، و the greater the temperature change the more energy released from the food. عامة هو في النهاية بيشرح لك الميثود، يعني ايه اللي بيحصل في ال experiment دي. non amount of water starting temperature، بعدين بنحرق الفود ونخليه يسخن المية، measure the temperature بعد ما certain time او بعد ما الفود stop burning and calculate the differences، وكل ما differences دي زادت كل ما الانرجي اللي طلع من الفود زادت. طيب a student uses this apparatus to compare the amount of energy available in two different foods. What variable should be controlled to obtain valid result؟ ايه هي الحاجات اللي لازم نثبتها بين كل experiment والتانية عشان تبقى valid result؟ volume of water لازم يبقى ثابت في كلهم، mass of food لازم يبقى ثابت في كلهم، distance ما بين الهنا دي يعني ما بين الفود والووتر لازم تبقى ثابتة، time of experiment لازم يبقى ثابت. طيب بعدين the amount of energy available is measured in kilo joules، مش مهم يعني. the table show the amount of energy available per 10 gram of different food. هنا type of food اللي اتحرق، وهنا الانرجي اللي طلعت بالكيلو جولز، ولا مش عارف اسمها ايه الصراحة. فمثلا البروسلي طلع لك 10، اورنج 25، بريد 50 كده. هو بقى عايز نحط التابل ده نعمله على الدياجرام اللي قدامنا ده. احنا هنا في 2 اكسس، واحد فيهم هنحط فيها مثلا اللي تحت دي تايب اوف فود، واللي على الجنب دي هنحط فيها الانرجي اللي طلعت من كل فود من اللي اتحرق. فهنا مثلا الانرجي متقسمه 10 25 50 120. احنا ممكن نقسمها هنا يعني ما ان احنا نقسمها 25 50 75 100 125 150، يعني 25 بين كل واحده وواحده عشان نعرف نوصل لل 300 دي. طيب فهنقسمها من اول 25 لحد 300، والفود هنحط بروسلي، اورنج، بريد، تشيكن، باتر. وهنبدا بقى ايه، مثلا البروسلي هنا كان 10، هنقوم نحسب ال10 هنا هتبقى فين، نقوم حاطين بروسلي وكده نعمل بار. هو عايز بار جراف، مش عايز جراف عادي. بار جراف يعني بيبقى شكله كده متقسم لبارز يعني. طيب بعدين suggest 3 reasons for the variation in the amount of energy available in the different foods. more energy available in butter، احنا على حسب طبعا اللي طلع هنا البتر اكتر واحده، ف more energy available in butter as it contain the most fat which has high energy content. الفات لما بيتحرق بيطلع energy كتير، والبتر طبعا هي اكتر واحده فيهم فيها فات. بعدين البريد، هنتكلم عن البريد، هنقول ان البريد is good source of carbohydrates which also contain energy. بعدين البروسلي والاورنج، اهم بروسلي والاورنج اهم، هنقول ان هما poor source of energy عشان as they contain little or no amount of fat and carbohydrates and they contain cellulose اللي هو الفايبرز دي.
فالباتر فيه فات كتير هيطلع انرجي كتير، البريد يعني فيه شوية كربوهيدرات فطلع شوية انرجي، الاورنج والبروسلي انرجي قليل قوي عشان اصلا اغلبهم سليلوز. مش هنتكلم عن التشيكن عشان يعني التشيكن ده اعتقد عشان يعني مثلا هو ما قالش ايه التشيكن اللي احنا مستخدمينه انهي بارت في التشيكن مثلا، وان هي فيها كل حاجه تقريبا، فات وبروتين وكربوهيدرات وفيها كل حاجه في العالم، بس انا مش عارفه الصراحه ليه مش هنتكلم عنها. بس هو في الماركس كيم يعني كان مكتوب ignore chicken، يعني مش عارفة ليه الصراحة، بس خلينا ignore chicken ونتكلم عن بقية الحاجات. طيب this passage is about biological molecules، use the words اللي موجودة في البوكس دي عشان to complete the sentence. طيب starch is a carbohydrate found in food such as bread، من الحاجات دي bread عشان bread هو فيه carbohydrates. Starch is made of repeating glucose عشان glucose ده monosaccharide، واحنا قلنا ان البوليساكرايد اللي هو الستارش متكون من monosaccharides كتير، فلا تنفع من هنا هي ايه الجلوكوز. And is found in plants and as a short term store of energy، ان الستارش ده store of energy. Animal cells store الستارش ده في صورة glycogen، كنت قلتلكوا ان السكر بيتخزن في الجسم مع صورة glycogen. Biological molecules called proteins are made up of amino acids. Proteins are used by the body for growth، كنا قلناها كتير ان البروتين بيحتاج للgrowth والrepair او and repair of body tissues. Amino acids contain the elements carbon وhydrogen وoxygen and نيتروجين، قلنا الحاجة المميزة في البروتين والأمينو أسيد هي النيتروجين. excess amino acids can be broken down in the liver to form urea، الأمينو أسيد لما المكان اللي بيتكسر فيه في الجسم هو الليفر، أغلب الحاجات أصلا مكان تكسيرها في الجسم هي الليفر، مش الحق يعني مثلا دلوقتي ايه النيوترينز بتاعتك بعد ما حصل لها ابزوربشن من الانتستين هتروح فين؟ للليفر عشان هو يكسرها ويطلع لنا بقى الحاجات اللي احنا عايزينها. التوكسينز هتروح تتكسر فين؟ في الليفر عشان الجسم يتخلص منها. فاغلب الحاجات عامه هتلاقيها بتتكسر في الليفر. طيب السؤال ده برضو هنا apparatus وبيتكلم عن food x و food y حصل لهم burning وبرضو مية بنسخنها نفس الكلام. طيب the temperature of water in each test tube is recorded at the start of the experiment before the food is still alight. It is recorded again at the end of the experiment after the food stopped burning. ال x ال food x at start كان 23 at the end بقى 31، ال y كان 20 وبعد كده بقى 29. لو حسبناها هنلاقي ان ال x درجة حرارتها زادت 8 درجات انما ال y زادت 9 درجات. تمام. The initial mass of each food and the volume of water would be kept constant in both experiments. Explain why these variables should be kept constant. هنتكلم هنا عن احنا ليه هنثبت الvolume of water والmass of food في الاثنين، ايه اللي هيفرق يعني. فهو change in mass of food linked to different temperature increase plus، يعني انت دلوقتي هتزود الmass of food هتاخد اكيد يعني الطاقة اللي هتطلع من مثلا 50 جرام مش زي الطاقة اللي هتطلع من 100 جرام، اكيد من 100 جرام هتبقى طاقة اكتر بكتير، وكده هتبقى comparison مش محسوبة، يعني مش هقارن مثلا عيل صغير بيضربني بواحد كبير بيضربني، مش مقارنة عادلة يعني. فده الماس اوف فود تشينج ان فوليوم اوف ووتر لينك تو تايم تيكن تو هيت اب. انت دلوقتي اكيد لو حاطط 5 مللي مية هتسخن في منت كده، لكن لو حطيت لتر هيقعد كتير قوي عشان يسخن، فبرضو مش هتبقى comparison fair. واخر حاجة to ensure results are valid، انت محتاج تثبت الحاجات دي، احنا قلنا ان احنا محتاجين عشان تبقى الاكسبيرمنت بتاعتنا reliable وvalid وكده ان تبقى في حاجات متثبتة عشان ما ابقى بقارن صح، بقارن ابقى حطيت نفس الحاجتين في نفس الظروف بنفس كل حاجة عشان اعرف اقارنهم صح. Which food produces the greater energy in the temperature of the water و show your work، احنا قلنا ان هي food y عشان احنا نقصنا 29 من 20 طلع 9 درجات. طيب
suggest why one of the food produces a greater increase in temperature of the water. ليه واحدة فيهم بتزود التانية؟ احنا ممكن نقول ان ده حصل بسبب ان more heat directed onto food او one of them maybe burns for longer time. يعني هو بيقولك انه ايه الاسباب اللي تخلي ان في فرق بين الاتنين دول، غير يعني ان يبقى اكس بيطلع انرجي اقل من واي. يعني ايه الاسباب اللي الحاجات الغلط اللي انا ممكن اكون عملتها مثلا، يعني ايه الحاجات الغلط اللي انا اكون ممكن عملتها، وايه الحاجات اللي في الفود نفسها اللي ممكن تكون عملت الاختلاف ده. اول حاجه زي ما قلنا ان مور هيت دايركتد اون تو فود، ان احنا مثلا واحده فيهم حرقناها بطريقه اقوى من الثانيه، وان اوف ذم مي بي بيرن فور لونجر تايم، واحده سيبناها تتحرق اكتر من الثانيه، واحده كانت جريتر ماس، واحده كان الهيت او الفود نفسه يعني كلوزر هنا للووتر، او 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 حتى كلوزر للفليم نفسه اللي بيحرقه. واخر حاجه ان الفود كونتين، ان واحده فيهم كانت فيها فات اكتر من الثانيه او شجر اكتر من الثانيه، فاوريدي هتطلع لنا انرجي اكتر من الثانيه. طيب describe how food x can be tested for glucose. احنا قلنا الجلوكوز بنستخدم له بنتك سوليوشن، فاول حاجه ان احنا هنطحن الفود ده او هنجريند الفود نكسره، بعدين نحط عليه بنتك سوليوشن، وبعدين نسخنه، بعدين هنشوف الكالر تشينج. والله بقى بريك ريد يبقى فيه جلوكوز، ما بقاش وبقى فضل بلو او بقى بلو يبقى ما فيهوش جلوكوز. ستيت تو سيفتي بركوشنز، احنا قلنا هنثبت سيفتي بركوشن ان هي تبقى وير سيفتي جوجلز، وان احنا ندايركت التيوب اواي فروم يور فيس. هنا بس ممكن كمان نعمل ان احنا واش يور هاندز افتر يوز او after do the experiment يعني، وممكن ان احنا نيوز ووتر باث instead of direct heat source. تمام، يعني اي حاجة من الحاجات دي، بس ابعدوا عن safety gloves او protective gloves، مش بتنفع في كل حاجة. طيب ده كده الفيديو ده، ونكمل الفيديو الجاي ان شاء الله.